مرحبا يا أصدقائي وأهلاً فيكم في برنامج يلا نحكي، في كل حلقة من برنامج يلا نحكي راح نحكي بمشكلة بتواجه الأصدقاء ونشوف كيف بيحاولوا يواجهوا المشكلة، وبنفس الوقت راح نحكي مع صديق كبير بيقدر يحكي لنا أكثر شو نعمل لنتخطى أي مشكلة، وفي برنامج يلا نحكي راح نروح مع بعضنا بكل حلقة ليحكي لنا أحد أصدقائنا المحبين للقراءة عن أهم الكتب اللي قرأوها وشو استفادوا منها، طبعاً لحتى يكون عندنا فكرة عنها الكتب ونقدر نروح نقرأها ليصير عنا تفاصيل أكتر وما بننسى الأصدقاء الموهوبين اللي حيكون لهم في كل حلقة مساحة خاصة لحتى نتعرف على مواهبهم. في حلقة اليوم رح نحكي عن مشكلة بتواجه كتير من الأصدقاء وللأسف بترافقهم في كل المراحل الدراسية وهي الشعور بصعوبة مادة الإنجليزي لأنها جديدة كتير من الأصدقاء شاطرين بالإنجليزي وبحبوها ولكن في المقابل نسبة أكبر من الأصدقاء بعانوا من المادة وبتواجههم مشكلة في فهمها رغم تميز معلمها في كتير من الأحيان شو رأيكم نروح إحنا وإنتوا لنشوف ليش الأصدقاء بيشوفوا الإنجليزي مادة صعبة في أطفال بيستصعبوا من اللغة الإنجليزية لأنه في مصطلحات ممكن تكون صعبة عليهم أو كلمة طويلة يعني بصيروا بدهم تهجئتها في حروف مثلا حرفين مع بعض بصيروا بدهم يعني بي بينطقوا زي زي حرف واحد في بعض القواعد بتصعب منها بسأل المعلمة أو زملائي في الصف باخذ دورات في مراكز ومرات ببحث عن النت وهيك بتصيروا أسهل علي أنا بستصعب من الجرامر لما يكون في عندي عدة قواعد متشابهة. الأطفال بيستصعبوا اللغة الإنجليزية لأنه ما بيكونوا تأسسوا بشكل صحيح على اللغة الإنجليزية وخصوصا بالمدارس يعني ما بيركزوا على المنهاج الإنجليزي بشكل تام وما بيتخذوا اللغة الإنجليزية كمنهاج أساسي زي اللغة العربية أو أي مواد تانية وخصوصا في الكلام في السبيكينج وفي الكتابة يعني لما نيجي نحكي مع ناس من برا أو ناس بيكونوا متمكنين من اللغة الإنجليزية بيكون كلامهم ولهجتهم منيحة إحنا بيكون الأكسن تاعنا ضعيف لأنه بيركزوا أكثر إشي على الامتحانات وعلى الكتابة وعلى القواعد وما بيركزوا كتير على الكلام بعد ما شفنا مع بعضنا اراء الاصدقاء حول مشكله اليوم شو رايكم نروح مع بعض لنشوف صديق كبير شو بيحكي لنا عن اللغه الانجليزيه عن اهميتها وكيف نتجاوز صعوبتها ونقدر نحبها ونتفوق في هاي الماده الحلوه ونشوف مميزاتها مادة اللغة الإنجليزية هي مادة جميلة جدا العالم للأسف الأهالي بيحاولوا دائما إنهم يوحوا لأولادهم إنها مادة صعبة وصعب إني أنا أتغلب على الصعوبة هاي من أكبر الصعوبات اللي بواجهها معلم اللغة الإنجليزية إنه الطالب بيجي اوريدي يعني حاسس إحاله انه ما راح يفهم انجليزي لانه الماده صعبه هي الماده اسهل من اسهل اللغات في العالم لكن الباك جراوند اللي بيجي عنده للطالب هو اللي بخليه شوي متحفظ في انه يبذل مجهود اكثر شوي في في دراسته لماده اللغه الانجليزيه هلا ماده اللغه الانجليزيه كمان بتعتمد اعتماد كبير على طريقه اعطائها من قبل المعلمين المنهاج الجديد بيعتمد على الليسنينج وعلى السبيكينج كثير لكن للاسف بيجي الطالب كمان من المراحل السابقه ما عنده برضه هاي الملكه او هاي المهاره الاستخدام الليسنينج speaking فبنحاول شتى المحاولات انه ان نقوي هاي المهارتين هدول الاساسيات في استخدام اللغه الانجليزيه من المشاكل اللي بتصعب عمل المعلم انه نصاب الصف في صفوف الدنيا كثير قليل بالنسبه من اول لرابع ثلاث حصص في الأسبوع وهذا قليل جدا لمادة جديدة على الطالب المفروض إنه يأخذ كل يوم لأنه ما بستخدم اللغة الإنجليزية خارج نطاق الصف إلا يعني ما ندر. آآ كمان آآ المنهاج فيه شوية ضعف يعني بركز على أشياء وأشياء لا فال بده يبذل مجهود كثير كبير المعلم علشان يوصل المعلومة بشكل ممتع ولطيف للطالب. انا شخصيا بحب استخدم كثير الدراما واستخدم الرول بلاي بستخدم الكونفرزيشن بدخلها بدخل اللغه الانجليزيه في الاذاعه المدرسيه بدخلها كمان في المناسبات الوطنيه اللي بتصير في المدرسه اي مناسبه بس الطالب انه يتحدث فيها اللغه الانجليزيه انا بدخلها وبكل رحب حصة اللغة الإنجليزية عندي أنا كثير أكتب البنات بزهكوش الحمد لله يعني لأني بستخدم فيها الألعاب التربوية الألعاب التكنولوجية بستخدم فيها الأغاني كل إشي ممكن إني يوصل المعلومة للطالب بشكل سلس وسهل أنا بستخدمه دائما طبعا المنحة الأكاديمية للطلاب بكون نسبة الضعف كبيرة ومنحاول دائما إن إنه ننزلها ونقللها في على على مدار العام الدراسي وان شاء الله انه بنتمكن انه نتغلب على هذا الضعف لدى الطالب طبعا اللغه الانجليزيه صارت رقم واحد في العالم لانه الجامعات المنح الوظائف اي مكان بدك تروح عليه لازم تكون اللغه الانجليزيه عندك يعني مية في مستخدمها بشكل صحيح فهذا الموضوع كمان لازم نوضحه للطلاب علشان انهم كمان يكون في عندهم حافز انهم يستخدموا اللغه الانجليزيه اكثر او يعني بشكل ايجابي اكبر نصيحتي المهنيه للمعلمين انهم دائما دائما يعني يعني يتقوا الله في الطلاب لانه يعني بيبذل مجهود كثير كبير المعلم اللغه الانجليزيه هذا اللي بده يشتغل يعني فانا نصيحتي لهم انهم يستخدموا يشتغلوا على المهارات الاربعه اللي هي listening وspeaking والريدنج والرايتنج علشان الطالب يخرج من يعني من صف 12 وهو تقريبا يعني فاهم ما يدور حوله يعني خلينا نحكي بنسبه 70% من متحدثي اللغه الانجليزيه بشكل كامل هلا نصيحتي للطالب انه يجتهد وما يس ما فقط يعتمد على المنهاج يقرا القصص يشاهد الافلام الوثائقيه يشاهد الاخبار بلغة باللغه الانجليزيه يتابع اي شيء مش مترجم مش مدبلج علشان يقدر انه يسمع كثير للنيتف سبيكرز اللي بتحدثوا يعني لازم يبذل مجهود الطالب بشكل اكبر مش بس في داخل الحصه ولا في على اساس المنهاج وانما كمان يوعي نفسه يشترك في انشطه لا منهجيه بتساعده على انه يعني يتخطى اي ضعف عنده. تعد اللغه الانجليزيه من اهم مكتسبات الانسان في القرن الواحد والعشرين واصبحت اهميه تعلمها تزداد مع الزمن واتقانها من ضمن اولويات الانظمه التعليميه في العالم. الا اننا نجد ان التلميذ قد يصادف في اي المراحل التعليميه صعوبات شتى في تعلم اللغه الانجليزيه ترتبط بالفهم القرائي الذي يصعب عليه ادراك النص او الجمله او حتى الكلمه او تغيير موقع الكلمه من جمله الى اخرى كما قد يجد صعوبه في قراءه الكلمات او الجمل التي لم يسبق له التعامل معها في لغه اخرى او نطقها بطريقه خاطئه مما قد يغير من معناها الحقيقي داخل الجملة. كما أن تشابه بعض الكلمات في النطق قد لا يمكن التلميذ من الوصول إلى المعنى الحقيقي لها، فالتلميذ عليه أن يدرك أنه لا يكتسب اللغة أثناء دراسته كجمل ومعارف لغوية فقط، بل كتعابير مناسبة لمواجهة المواقف الاجتماعية التي قد يتعرض لها. وقد يكون السبب في ذلك إلى الأنماط الإدارية التي يمارسها مدرسو اللغة الإنجليزية مع تلاميذهم، أو إلى ضعف دافعية المتعلم وعدم إدراكه لأهمية اللغة الإنجليزية في حياته الدراسية اليومية، أو إلى المحيط الأسري الذي لا يصحح أخطائهم اللغوية. يواجه العديد من التلاميذ صعوبات تعلم اللغة الإنجليزية. تظهر في اللغة المسموعة أو المكتوبة أو في التنسيق والتحكم الذاتي في نطقها، والذي ينتج عنه إهمال مكتسباتها من خلال عدم الإنصات للأستاذ أثناء تقديم درسه، اعتبارا منه لا يحتاجها ويصعب مواكبتها ويكون محاربا لها إلى أن يصل الجامعة، وبذلك يكون فقد بوصلة الوصول إلى اللغة الإنجليزية. هذا الضعف قد يرمى على عاتق الأستاذ والمنهج بالدرجة الأولى، إذ أثبتت دراسات عديدة أن نجاح عملية تعليمية للغات الأجنبية يقع 55% منه على عاتق المعلم، بينما 45% المتبقية ترجع إلى الظروف الأسرية للتلميذ ودافعيته، وعلى المناهج والكتب المستعملة. أكثر المدرسين نجاحاً هم أولئك الذين يعرفون كيف يستثيرون اهتمام التلاميذ للتعلم. وأيضاً يقابلنا في اللغة الإنجليزية العديد من المشاكل في تعلمها ومنها مشكلة عدم القدرة على المخاطبة والكثير يتابع الشكوى ويربطون ما بين هذه المشكلة ومشاكل أخرى ومنها ليس لدى التلميذ حصيلة كافية من المفردات. لا استطيع فهم القواعد لا اتمكن من النطق الصحيح للكلمات والحقيقه ان هذه المشاكل ليست مشاكل تقف عائقا لتعلم اللغه بل هي مشاكل يمكن معالجتها بالصبر والمثابره واكبر عدو لتعلم اي لغه هو الملل والتاجيل المستمر للتعامل مع المشكله ويوجد الكثير من يرغب صدقا في تعلم اللغه وتجاوز المشكلات لان اللغه لم تعد موضه او لغه العصر فقط ولكنها اصبحت مطلوبه للدراسه الجيده والوظيفه المناسبه فيجب متابعه المواقع التعليميه للغه الانجليزيه والكتب والقنوات الناطقه باللغه والمواقع التي تعلم اللغه وهناك ايضا من يساعدك لتعلم اللغه شكرا على هالنصائح الحلوة، اكيد رح نستفيد منها، وبهيك صار واضح النا شو ممكن نعمل لحتى نكون شاطرين ومميزين وكمان محبين لمادة الانجليزي. رجعنا من جديد يا احلى اصدقاء، وصار الوقت نروح نسمع ونشوف اهم قراءات صديق اليوم محب القراءة واللي رح يعرفنا على اهم الكتب والقصص اللي قرأها. شجعني على القراءة هو أول شيء المواضيع اللي ممكن تكون ماسكها الكتاب واللي عم بقدمها إلي، يعني كل ما كان الموضوع يجذبني أكثر وكان من المحتوى نفسه يلي بيكون على نفس هواي وعلى نفس الأشياء التي أحبها بحبها، أكيد كنت راح أتشجع على القراءة أكثر وأكثر وكمان اخلي الناس اللي حوالي كمان تنبسط وهي عم تقرا واشرح لهم مثلا اللي موجود بالكتاب، علمتني القراءه كثير مناحي من, من نواحي الحياه اللي كانت اهمها اللي هو اول شيء نتعرف على على حالي واتعرف على حالي كشخص، هي عرفتنا اهم شيء على اللي هو ايش المستقبل اللي هو متخبي لي واكيد انا اعثر على المستقبل نفسه وافتح الابواب المسكره دائما، كنت دائما ابلش اقرا وانظم حالي ووقتي للقراءه نفسها. فبعدها ضلتني اقرا وبعدين اكتشفت حالي بالكتابه وخاصه بكتابه القصص وكتابه الشعر فبعدها بعد ما بلشت اضل اكتب واكتب وخاصه بصف رابع اكتشفت موهبه الشعر فمع الوقت لقيت اشتركت بمسابقات مثلا في مسابقه كانت بلغاريا عالميه لا مك... لاستعمال لا الادب في مكافحه المخدرات بوزن وقتي بيجعل انه اسوي لكل كل يوم روتين معين انه اخلي لكل شيء وقت معين اسوي فيه ويكون مجال القراءة أكيد إشي مهم كتير وأكيد لأتناقش لا مثلا مع أهلي بالموضوع نفسه وأشوف وجهات نظرهم أكيد رح يكون إشي كتير رح يشدني عشان أكمل القراءة أكثر وأكثر وأتشجع على هذا الموضوع طبيعة الكتب اللي بحب أقرأها هي اللي هي تختص بالشعب الفلسطيني كونه شعب مختلف عن باقي الشعوب واللي ميزنا فيها كنا فلسطينيين ونحن من الشعوب المظلومة بالعالم فأكيد مواضيع النكبة والنكسة والأشياء اللي صارت لأجدادنا أكيد رح كانت رح تشدني كتير أهم الكتب اللي قريتها هي اللي هي سلسلة غسان كناباني لأنها بتعبر عن مأساة الشعب الفلسطيني وأكيد بتعبر عن كل الأشياء اللي صارت معهم في مر الزمن وأكيد أكثر كتاب حبيته اللي هو رجال في الشمس رجال في الشمس بتكلم عن مجموعة شباب ورجال حاولوا أنهم يأخذوا لقمة عيشهم وبذهابهم للكويت وغيرها من المناطق، نصيحتي لأطفالي إنه يشدوا على القراءة لأنه القراءة ممكن تفيد بأكثر من شغلة، خاصة لما يكون عند الطفل عنده بيكون أكثر من طموح، بيكون عندك أكثر من شغلة بتفكر فيها لتبني مستقبلك، فأكيد القراءة رح تكون باب كتير رح يفيدك بكتير مناحي، وخاصة إنه للأشياء إنك تحققها مثل أحلامك. اهلا وسهلا فيكم اصدقائي من جديد، انا كثير بمبسط من الاصدقاء اللي بحبوا القراءة وبقرأوا باستمرار، لانه القراءة كثير مهمة وفوائدها كبيرة في حياتنا وبناء شخصياتنا، لهيك بدعوكم اصدقائي دائما للقراءة، وبامكانكم تراسلونا لو حبيتوا تحكوا لنا عن اهم ما قرأتوا من الكتب والقصص. وهلا صار الوقت نروح انا وانتو نتعرف مع بعضنا على موهبه الاسبوع في حلقه اليوم. اسمي حسن الحسن حمامره، موهبه الكتابه الابداعيه. انا اكتشفت موهبتي من عمري سبع سنين عن طريق اني كنت اكتب على ورق طبيعي ف فرجيت هذا الورق لابوي فابوي اكتشف الموهبه هذه عندي وقدر إنه يطور لي إياها عن طريق إنه خلاني أمارسها أنا طورت من حالي عن طريق إني اشتغلت على نفسي وظليت أكتب وما أهملت هاي الموهبة اللي عندي بحب أحكي للأطفال اللي في سني إن كل شخص فينا عنده موهبة ومش شرط يمكن هو عارف موهبة ما حطها في مخها يمكن تبكي هي مش موهبته إنت أكتشف موهبتك الصح واشتغل عليها وإن شاء الله إن ربنا بيوفقك في الحياة حاب أشارك في أبيات من قصيدة كتبتها بهدي هذه القصيدة لأسران البواسل في سجون الاحتلال وأخص بالذكر ابن عمي الأسير عز الدين خالد حمامرة المحكوم بالسجن تسع مؤبدات يبقى الأسير لكل هم حاملة تبا لسجان سيدنو مقبلة شد القيود على الأسير تعجرفا صار العزيز من السفيه مكبلة أيظن أن قيوده هو بعبع كلا وقد خسئ الحديد مكبلا يا زائرا دار الأسود بسجنهم ما لي أراك بكل هم مثقلا عز سيخرج أمه لا تحزني والسجن للأبطال ليس مهولا والسجن للأبطال ليس مهولا. اسمي رامي رائد كوبري موهبتي العزف اكتشفت موهبتي في الدار إنه عندي حس موسيقي ورحت على معهد موسيقى وتعلمت. طورت من حالي بالتدريب المستمر في البيت. نصيحة الكل يتدرب ويعزف والموسيقى إشي حلو المصري شاعره وكاتبه هاويه طبعا انا كنت زي اي طفل صغير وبريء كنت هيك اجيب ورقه وكلم واكتب عادي لكن موهبتي بلشت والطريق الجد في 2019 خصوصا شهر 11 وقتها كتبت قصيده بعنوان يعني صرخه اخت اهديتها هاي لاخوي لما انسجن الداعم الرئيسي الي هم اهلي امي وابوي وهما اللي شجعوني اني اكمل بمسيرتي هاي فمن خلال هذا الاشي عملت صفحة على الفيسبوك وصرت أنزل عليها كتاباتي اه طورت من حالي من خلال أني ما ظلت واقفة على نفس الاشي اه أكتب وأقرأ وأنا طبعا ملهمي بنقدر نحكي اه هو أو قدوتي محمود درويش كثير بحبه وكثير بتلفتني وبتجذبني كتاباته يعني اه نصيحتي لكل شخص مش بس للأطفال اه نصيحتي إنه كلنا كل واحد فينا عنده موهبة وبقدر يظهرها مش ضروري يعني اذا احنا خليناها مطموسه مستحيل انه آه نطلع الاشي اللي جوانا هنا ولد على حافه كره من التبلد تسكنها قشور بشريه بلا اعماق فقاعات تنفخ ذاتها مفتقره للجوف كائنات بشريه اشبه بالجدران المتحركه قسامات وجوه كالبحيرات المتجمده لن يعرفوا تناوب المد والجزر في اعماقي لا زلت احمل حقائب مشاعر المتشرده بحثا عن وطن عن ارواح كتلك التي رحلت عن قلوب صدئه لكنها نقيه اظل انبش الازقه لا اجد سوى اشلائي المتساقطه على قارعه الطريق كنوتات موسيقيه منسله من ثقوب ناي شكرا لكل الاصدقاء اللي شاركوا في حلقة اليوم من برنامج يلا نحكي، وبعد ما حكينا كتير مواضيع منها تفاصيل ممكن بتزعجنا وبحثنا عن حلول إلها مع صديق كبير، وتعرفنا عن كتب جديدة من خلال اصدقائنا القراء، وكمان تعرفنا على مواهب جديدة، صار الوقت انه نودعكم بس اكيد رح نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج يلا نحكي، إلى اللقاء.